مع من؟ أسماء وهمية وعناوين مزيفة. مع من؟ عصابة للحاق موجودة ممثلة من البرلمان كتلة صادقون. منو بعد؟ منو تريد؟ نجباء عندهم ممثلية وعندهم وموجودين. منو بعد؟ كتاب حزب الله موجودين وعندهم ممثلية بالحشد. منو بعد؟ اعطيني انت تفاصيل حتى انه اسمي لي اياه. انا بكل شجاعه اسمي لك كل الاسماء اللي دعت تنظيم داعش. تقدر تفرض اراده وطنيه على تلك المسميات؟ طبعا. ليش هم ما عندهم اراده وطنيه؟ من قال ان المقاومه ليس اراده وطنيه؟ لا حضرتك السيد رئيس الوزراء بنفسه يعني رئيس الحكومه بس قال المقاومه موجوده. قال اكو مقاومه. مجلس مقاومة على من مقاومه؟ على الاحتلال الامريكي يا عزيزي. على العراقيين. لا يا اخي الامريكي انقتل. لا اذا تحسبون لا والله على العراقيين مقاومه شنو وبئس المصير. اما انت لا عزيزي لا عن الامريكان ما دافع عن امريكا. انا نهائيا ما دافع عن امريكا. دافع عن العراق ودافع عن امن المواطن العراقي. علي الموضوع اللي تريد توصله انه اكو بعض الفصائل منضويه بالحكومه ومنضويه بالبرلمان وهذه الفصائل عندها اجنحه مسلحه واكو هناك تخوفات من هذه الفصائل وتعتقدون انه امريكا هي الضامن. نعم ضد هذه الفصائل. هذا الشارع يعني